هلا هلا بالغالي سوناتا 2021 هايبرد، هذه تمشيك يا طول العمر والسلامة. إذا كنت تمشي بسرعة 96 راح تمشيك 1049 كيلو. الفئة الأقل اللي راح يكون الجنط 16 راح يمشيك 1300 كيلو إذا كنت تمشي بسرعة 96 كيلو. هذا الواجهة الأمامية، هذا اللي معي الفل كامل، زايد فيها الواح شمسية. الواح الشمسية إذا صارت مشحونة فل راح تمشيك تقريبا 3.5 كيلو. هذه الالواح الشمسيه، ترى مو سقف بانوراما، هو صرفيه الوقود، هذه صرفيه الوقود، الداخليه هذه الداخليه، طبلون شاشه، اربع كاميرات، وهنا كاميرا وهنا كاميرا، واشتغل الموتر. رحنا عليها خط الحايل وجربناه وشفنا كم تمشينا تقريبا، راح انزل لكم فيديو بالتفصيل باليوتيوب. هذه الداخليه وهنا شكل المراتب، فل الفل، راح تتوفر بثلاث فئات.